السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أرجو من الله أن الجميع يكون بخير، وأحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني. كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أمين يا رب العالمين. هنقول بسم الله وعلى بركة الله. وطبعا بسم الله ما شاء الله. الفيديو ده معمول النهاردة بالضبط كده، معمول قبل المغرب بساعتين. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده عندنا أجواء جميلة جدا جدا وأجواء ممطرة. وبسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. مش عارفة، حسيت كده ان انا حابة اقدم فيديو مختلف عن المحتوى اللي احنا متعودين عليه، بما ان الاجواء كده خلابة وجميلة، ويعني زي ما تقولوا كده يعني تحسنا على السعادة. فقلت النهاردة نتكلم عن السعادة، نتكلم عن حاجة حلوة وحاجة جميلة وحاجة كلنا بندور عليها. السعادة، كيف تصنع لنفسك السعادة؟ مبدئيا يا جماعة، السعادة بتتصنع؟ نعم بتتصنع، وكل واحد مننا في ايده ان هو يكون سعيد لما يحاول ان هو يصنع لنفسه السعادة. انا لخصت صناعة السعادة في عدة عناصر، تقريبا 5 أو 6 عناصر، هم دول مفتاح السعادة من وجهة نظري انا وعن تجربة شخصية. هنقول بسم الله وعلى بركة الله. ومبدئيا حبيباتي اللي معايا يدوني كده لايك جميل عشان الفيديو ده من الفيديوهات الجميلة. مبدئيا يا جماعة، من وجهة نظري برضو المتواضعة، السعادة علشان احنا نقدر نصنعها لازم وحتما يكون عندنا 2 صفات دول اساسيين في صناعة السعادة، اللي هما الرضا والقناعة. لازم وحتما يكون عندي رضا ويكون عندي قناعة بحياتي وبرزقي وبشكلي وبشخصيتي وبكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيها. الرضا والقناعة. طيب ده الرضا. القناعة بقى، القناعة يا جماعة ان انا اقتنع بكل حاجة هي من نصيبي. ما حاولش اقارن نفسي بالاخرين، ما حاولش ان انا دائما اشوف اللي احسن مني، يعني مثلا في الشغل او في رزقه مثلا او في حياته او في حاجات كتيرة جدا. لا، دائما ابص للي اقل مني. دي من الحاجات اللي بتخلينا نقتنع بحياتنا. طيب من الحاجات الجميلة برضو في صناعة السعادة، ان احنا كل يوم بعد ما نقوم من النوم نتوقع ان هيحصل لنا حاجة حلوة. يعني يكون عندنا كده حسن ظن في الله، ويكون عندنا ايمان بالله ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لنا حاجة جميلة النهاردة، ربنا هيرزقنا بحاجة حلوة. ممكن تكون بقى حاجات كتيرة جدا، الحاجات الحلوة كتيرة جدا، بس دائما تفائلوا بالخير تجدوه، من الحاجات الجميلة جدا جدا. تاني حاجة وهي من الحاجات المهمة، او تقريبا كده تالت حاجة، دائما وباستمرار اتذكر واحط كده قدام عيني انجازاتي اللي انا عملتها في حياتي. يعني مثلا من اول، لو بدينا بقى من الاول، ان انا درست وان انا اتخرجت وان انا اشتغلت وان انا كونت اسرة كويسة، ان انا عملت ناس صالحين، اولاد صالحين للمجتمع. بصوا الانجازات كتيرة جدا جدا، وكل يوم بيعدي علينا واحنا بصحة وفي خير وفي امن وفي امان، فده في حد ذاته انجاز. يعني الانجازات كتيرة جدا جدا، كل واحد دائما يحط انجازاته او الحاجات اللي هو عملها قدام عينيه كده عشان ايه؟ يكون فخور بيها. برضو من الحاجات المهمة جدا جدا ان احنا دائما وباستمرار نعمل الحاجات اللي احنا بنحبها. يعني ايه؟ يعني مثلا ولنفترض، هنتكلم عني انا مثلا، انا حد بحب الطبخ جدا، احاول بقدر الامكان ان انا كل يوم ادخل المطبخ واعمل لي كده وصفة جميلة اصورها لمتابعاتي حبيباتي، وبرضو يعني اعملها بشكل حلو، اعملها عارفين انتوا، اعملها بحب. سبحان الله ولا اله الا الله، لما نعمل حاجة واحنا حابينها اول حاجة بتطلع جميلة جدا جدا بفضل الله، وتاني حاجة ربنا بيوفقنا فيها، وتالت حاجة نتقن العمل اللي احنا بنحبه. دائما في ناس مثلا بتحب الرسم، عادي نرسم. في ناس مثلا
بتحب انها تطلع وتتفرج على المناظر الطبيعية، عادي برضو. في ناس بتحب الخياطة، في ناس بتحب التطريز. بصوا كل واحد له هواية، كل واحد له هواية، يعمل الحاجة اللي هو بيحبها. برضو من الحاجات الحلوة جدا جدا ان احنا دائما نحاول ان احنا نختلط بالاشخاص الايجابيين. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انا يكون في حياتي حد مثلا صديقة كئيبة. في ناس كئيبة في كتير، كل ما اقعد معاها او اتصل بيها تحكي لي الدنيا والحياة والعيال واللي راحوا واللي جوا، دي من الحاجات اللي بتجيب لي انا طاقة سلبية. يعني دائما نحاول بقدر الامكان ان احنا نختلط بالناس اللي عندهم طاقة ايجابية، الناس بصوا السعداء بمعنى اصح، الناس اللي عندهم قناعة بحياتهم، الناس اللي كلامهم حلو، الناس اللي كلامهم يفتح النفس، الناس اللي كلامهم يدينا كده اقبال على الحياة ويخلونا نحس ان الحياة جميلة وحلوة. دي من الحاجات برضو المهمة. من الحاجات الكويسة برضو والمهمة جدا جدا ان احنا نتقبل انفسنا بكل ما فيها. يعني ايه؟ يعني ما بحثي عن المثالية، ما كامل الا وجه الله، ما فيش حد على وجه الارض مثالي. خلي بالكم المعلومة دي، لان في ناس دائما تبحث عن المثالية. يعني ولنفترض مثلا حد مثلا مقبل على الزواج كرجل وعايز يتجوز، يقعد يدور بقى، عايز واحدة بيضة وعينها خضراء وشعرها اصفر وطويلة ونحيفة وجامعية ومثقفة. انت عايز حرية من الجنة؟ مش حد كامل، الكمال لله وحده. ودائما اللي بيدور على الكمال بيتعب في حياته. ليه؟ لان ما فيش حد كامل. ما تدوروش على المثالية ابدا. الحمد لله رب العالمين على ما رزق، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. برضو من الحاجات المهمة، سبحان الله ولا إله إلا الله، قلنا إيه تاني؟ من الحاجات المهمة إن إحنا باستمرار يعني نحاول إن إحنا نبتكر لنفسنا الأشياء اللي تسعدنا. والسعادة يا جماعة مش لازم تكون فلوس، ولا لازم تكون إن أنا سافر من بلد لبلد، لا خالص. السعادة دائما وباستمرار تكمن في الأشياء البسيطة. بس زي ما قلت لكم، علشان نكون سعداء لازم حتما يكون عندنا الرضا والقناعة. أنا واحدة من الناس أجواء ممطرة وكاسة شاي وشمعة وريحة البخور تسعدني، سبحان الله ولا إله إلا الله. دائما زي ما قلت لكم، ما نقارنش نفسنا بالآخرين، لأن إحنا مش زي الآخرين وظروفنا تختلف عن ظروف الآخرين. لا، أنا نفسي، أنا أمثل نفسي. برضو من الحاجات المهمة جدا جدا واللي بتدي الإنسان سبحان الله ولا إله إلا الله، بتحسسه كده إن هو شخص مميز، إن أنت تكون نفسك. ما حاولش أقلد حد، ما حاولش إن أنا معجبة بشخصية ما أقلدها في الكلام وفي الأكل وفي الحوار وفي التعامل، لا خالص. خليكي نفسك، حاولي تكوني نفسك، أنت مميزة، كل واحدة ربنا خلقها فيها حاجة مميزة عن الأخرى، سبحان الله ولا إله إلا الله. أعتقد هي دي العناصر اللي أنا جمعتها في إزاي نكون سعداء أو إزاي نصنع لنفسنا السعادة. ومش عارفة يعني الموضوع خطر على بالي، بما إن الأجواء بصوا مش تجيب السعادة، تجيب العافية. أجواء المطر سبحان الله ولا إله إلا الله، بتهيألي كل الناس بتحب المطر، وكل الناس لما بتشوف المطر تحس كده بالسعادة وبتحس بفرحة وبتحس كده بطاقة إيجابية. فسبحان الله، أنا لما جلست في الحوش وبعدين جلست شوية، جلست أتفرج زي ما أنتوا شايفين وأسمع رذاذ المطر وهو نازل، سبحان الله ولا إله إلا الله، وريحة المطر مش عارفة، أنا واحدة من الناس بشم ريحة حلوة جدا جدا للمطر، ريحة كده تجذب الإنسان، مش عارفة أنتوا بتشموها ولا لأ. ريحة المطر حلوة جدا جدا. وبرضو أهم حاجة ما ننساش الدعاء في المطر، الدعاء في المطر إن شاء الله بإذن الله العظيم مستجاب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم زي ما جمعنا في الدنيا، إن الله يجمعنا في جنات النعيم، اللهم أمين يا رب العالمين. ويا رب يا رب ربنا يرحم أموات المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وربنا يشفي مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وربنا يسعدكم جميعا يا رب، ربنا يسعدكم في الدارين، اللهم أمين يا رب العالمين. وأعتقد يعني هو ده كان الفيديو بتاعنا، أتمنى أنه هو يكون عجبكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك.
بقي تقريبا دقيقة هسيبكم كده مع صوت المطر. خلاص انا قلت الكلمتين اللي عندي، وكل التصوير ده ملحوش من عندي زي ما انتم شايفين كده. عندي الزرع الجميل المتسلق ده حتى مشي على الارض، غطى اغلب ارضية الحوش، فانا بصراحة عجبني مرضتش اشيله رغم ان هو جاي من عند الجيران مش من عندنا يعني. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اتمنى بقى لو الفيديو الخفيف اللطيف الظريف ده عجبكم تدوني كده لايك مجدع فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمة الله.